العوامل التي يتوقف عليها المقاومة: طول الموصل، نوع مادة الموصل، مساحة المقطع، درجة الحرارة. نرسم بالقلم الرصاص ونحدد العلاقة بين الطول والمقاومة. لاحظ، كلما قل الطول قلت المقاومة، أي قلت قراءة الأميتر. إذن كلما زاد طول الموصل زادت المقاومة وتقل شدة التيار. لاحظ العلاقة بين المقاومة وشدة التيار بمدى الإضاءة، وهي فكرة عمل الريستات للمقاومة المتغيرة التحكم في شدة التيار. فكلما زادت المقاومة قلت شدة التيار، كلما زادت المقاومة